والورد والفل والعطر والياسمين مساء الأشياء الجميلة المتمثلة بكل أم وبنت وأخت وجار وزوج وصديقة وحبيبة مساء كل الحاجات اللذيذة المميزة المكونة في مكون واحد يدعى حواء اللي هو انتي دائما في حلقات لكي بنكون معك في مختلف المواضيع اللي بنطرحها ونتطرق لها ونتناقش معاها من أجلك فقط فأهلا بك <applause> الحياة الزوجية أظن أن أكثر الناس اللي فاهمين مفهوم الحياة المزوجية هم المتزوجين بعكسنا احنا السناجل الذين نعيش حرية طبيعية غير مقيدة ومطلقة وسبب الجمع ما بين الموضوعين او المفردتين اللتان تتناقضان فيما بينهما البين اللي هو الحريه والتقييد انه انا سالت بعض الاشخاص بعض الزملاء تحديدا هنا في الاستوديو من الطاقم عن ابرز المشاكل الموجوده في حياه المتزوجين فدايما احنا بنتكلم باسم النساء و ولكن ما سمعناش الرجل ولا اعطينا فرصه للرجل انه يتكلم او نعرف بعض الاشياء اللي بتضايقه او الاشياء اللي بتعصبه من شريكه حياته الحياه الزوجيه تطلق ايضا بمفردات اخرى وهي الشراكه الزوجيه ولا تسمى شراكه الا لانها من الطرفين حياه مشتركه الاثنين مع بعض يتجمعوا يكونوا اسره حياه من الاسره تتطور الى اسر متعدده ثم الى مجموعه ثم الى 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 حتى نصل الى نطاق المجتمع أكثر الناس اللي بيتعرضوا للمشاكل الزوجية يقال دائما بأنهم الأشخاص المتزوجين حديثا اللي كل لهم شهر شهرين ستة أشهر سنة سنتين وهذا شيء طبيعي ليش؟ لأنه في البداية يكونوا مش عارفين بعض وعندهم اختلافات بحيث أنه كل واحد قادم من بيئة معينة من مكان معين من ثقافة معينة من تربية معينة فعشان كذا بيحصل تصادم خفيف نوعا ما والزوج الذكي والزوجة الذكية وأنا ما مركزش فقط على الزوجة وإنما أيضا على الزوجة الذكي اللي بيعمل على احتواء الطرف الآخر امتصاص غضبه إيجاد المشاكل التي تفصل بينهما والبحث فيها لإعطائها الحلول المناسبة لكن نتكلم اليوم عن الناس اللي لهم فترات طويلة في الزواج تعدت خمس عشر, عشر عشرين خمسة وعشرين سنة بنلاقي إنه بيظلوا يعانوا في مراحل حياتهم من اختلافات معينه وهذه كل البيوت الزوجيه قائمه فيها، فيش حلاوه من غير مراره، لكن لما تكون قضيتي فتره زمنيه طويله مع زوجك في بيت في اسره وكونتم حياه وعندكم اولاد واولادكم تزوجوا قبل يعني خلاص حياه كبيره وطويله وتبدا المشاكل فيما بينكم البين، او حتى تكونوا مثلا لكم خمس سنوات، اربع سنوات، ثلاث سبع ثمان عشر يعني قد قضيتهم مع بعض أقدر الأوقات وتجي عندك المشكلة الأساسية اللي بيعاني منها الرجل وهو عدم الثقة إحنا ما نقولش من المرأة إنها حاجة اسمها عدم الثقة لأن المرأة لو ما كانت وثقت فيك ما كانت سلمت حياتها لك ولا كانت كملت حياتها معك أنت من وجهة نظرك بتشوف إنها عدم ثقة لكن هي في الأخير غيرة بس إحنا ممكن نفصلها بعدم الثقة بالشك بالتقييد اخذ الحريه وينبثق ذلك ويتضمن السؤال الاهم الذي تضعه كل زوجة يمنيه اصيله عربيه على زوجها فين كنت من فين جيت فين رحت؟ متى بترجع؟ الساعة كم خرجت؟ الساعة كم رجعت؟ من قابلت؟ مع من أكلت؟ مع من شربت؟ ليش ما ردتش عليه الساعة الفلانية؟ ليش كنت فاتح النت ما ردتش عليه في ذلك الوقت؟ إيش كنت تسوي وقت ما أنا ما كنت موجودة معك؟ أنا رحت بيت أهلي أنت فين رحت؟ وا وا, وا 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 فتفتح معاها جبهة تحقيق كبيرة جدا تخلي زوج ينفر منها. تخليكي واعية نوعا ما إذا أنت حابة تبيني عن غيرتك أو إذا أنت فعلا تشعري بهذه الغيرة لأن الرجل ما ينظر لها كغيرة ينظر لها عدم ثقة وإذا الرجل شاف أنك ما بتوثقي فيه بتبدأ العلاقات الأسرية تتحطم فيما بينها البين فبيضطر يكون دائما متضايق بعيد عن البيت يشكو همومه للآخرين اللي قد ينصحوه إما نصائح صحيحة إما نصائح خاطئة وتخرب على حياتكم فخليكي حبة حبة لطيفه ورقيقه في طرح الاسئله انت تقدري تاخذي من الرجل اللي تريديه بس بسلاسه بذكاء، اختاري الوقت المناسب للحديث معه عن الاشياء اللي بتضايقك، عن المشاكل اللي موجودة فيما بينكم البين، حاولي انك تضحكي تتكلمي اثناء طرح المشكلة، ما تجيش هو عادو من العمل ومتضايق وحالته حالة وشايل مسؤولية بيت واولاد ومصاريف، بالذات في ظل الظروف الحالية اللي بنعيشها الان، وأول ما يوصل سيادتك وحضرتك اللي لسه جالسة في البيت سين وجيم وإيش عملت وإيش سويت وليش وما عنديش كذا وشي كذا وفلان ناقصه كذا و و شيء خاطئ جدا. مشكلة ثانية بيتعرض لها الرجل هو الخناق اللي بيقولوا عليه تضييق الخناق عليه. إنه بتعطي له وقت معين للخروج، للدخول، للطلوع، للنزول، ما تعطيلوش مساحته الخاصة لقضاء وقته مع أصحابه، مع أصدقائه، مع نفسه. فلازم يكون إما في العمل، إما واجهتك في البيت. طيب وقته فين؟ انت بكذا تخليه يضطر يكذب عليك ويقول لك انا كنت في العمل انا كان عندي عمل انا عندي عمل انا عندي عمل ليش لانك لما يقول لك انا عندي عمل انت تقولي اها العمل بيجيب فلوس طالما في فلوس فمش مشكله بيتاخر فهو بيتحسس من هذه النوعيه بيقول يعني ما بتدور علي او انا اكون موجود الا اذا كنت فقط في عمل وحجيب فلوس اذا ما كانش في فلوس معناه ممنوع ان انا ادخل واخرج فركزي على هذه الاشياء اللي يمكن تشوفيها اشياء بسيطه لكن هي اشياء كبيره جدا تساعد في تهديم اركان الاسره السعيده من وقت لاخر معك شكل ثاني اهتمام اخر باهتمامات الزوج اللي هي ملبسه اكله شربه الاشياء اللي يحبها الاشياء اللي يكرهها تواجدك له عند الحاجه كوني له صديقه قبل ما تكوني زوجه محققه كوني له ام كوني له اخت كوني له شريكه حياه محتويه من كل النواحي في الأول والأخير الرجل ما هو إلا طفل كما يقولون طفل كبير يحتاج للرعاية للتدليل للاهتمام وكوني واثقة بنفسك ما تخليش الرجل يحس ان انت خايفة من فلانة ولا من علانة ولا من زعطانة ولا من اي واحدة ثانية ليش؟ لان كل ما تجلسي تقولي له انا شايفة انك تحب فلانة انت حطيت عينك على فلتانة انه غلط انت بتقللي من نفسك تقللي من قدرتك وتقللي من ثقتك امامه وتخليه ينظر لك دائما بانك الانسان الناقصه اللي فعلا تركزين نظرة على فلانه الفلانيه قد يكون هو باله مش عندها بس إنتي بذكرك لها فلانه وفلانه 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 تخليه يركز عليها دائما الموضوع كبير ما بتحتويهش حلقه فضفضه، لكن حبينا ان احنا نطرح هذه الاشياء علشان تركزوا عليها انتم المتزوجات تحديدا سواء المتزوجات حديثا او اللي لهم فتره زمنيه، لان الحياه تكون سهله او صعبه بايدينا نحن وبقدرتنا نحن ايضا على طرح هذه المشاكل وكيفيه القضاء عليها. مشاريع النجاح اللي بتحاول فيها دائما المرأة اليمنية انها تثبت ذاتها ونتعرف على ابرز الافكار في مجالات شغلها، هذه الفقرة من الفقرات المميزة اللي كلنا نحبها وانا شخصيا احبها لانها تعرفنا على شخصيات مميزة بهية انيقة رقيقة كيف حالك يا سلمى الحمد لله بخير معنا سلوى ابو بكر اللي هي ضيفتنا اليوم مشروع نجاح مكتب تسويق عقارات صح؟ ايوه اهلا وسهلا بسلوى اهلا بيكي عارفين على نفسك سلوى مين؟ من أي منطقة؟ من أي مكان؟ سلوى أبو بكر من عدن حيا حي بين عدن والراس الله يحييك <applause> <applause> على راسي لي سنتين هنا تقريبا يعني في مصر؟ أيوة طبعا بدأت هنا عادي يعني كعلاج وكذا لحظة بدأتي اني جاية مصر مش لغرض العمل لا خالص م -م. يعني فحبة حبة بدأنا تعرفنا على اللي هو شخص وسيط تعاملنا معاه كويس وكده فحبينا الشغل طيب قبل ما نتعرف على الشخص الوسيط ده والاشياء هذه انت كنت مفكره انك تشتغلي في مجال العقارات ولا لا لا خالص ابدا ولا جربتي من قبل السنة ولا شيء ما ابدا طيب ايش اللي حببك في هذا المجال وخلاك تفكري فيه والله هو مجال حلو مم ويعني في حد من العائلة اللي هو جدي الله يرحمه كان برضه يشتغل في العقارات عنده شركة عقارات في الإمارات وكذا ففي يعني شوية ميول جذور جذور من العائلة <applause> ده الساس زي ما بيقولوا طيب تعرفتي على شخص هو تعرفنا اللي أيوة تعرف لا ما دلناش بس تعرفنا عليه وبدأنا هو اللي كان يدلنا على البيوت وكذا فاشترينا معه وكذا بدأ ال... بدات صداقه بين بيننا احنا وهو في العائله وكذا حبينا نشتغل مع بعض يعني كويس اول ما قلت آه لك على طول يا سلوى تعالي اشتغلي في مجال العقارات قلتي تمام مش كده يعني ايوه <applause> انا اشتي اعرف ايش دخلك في مجال العقارات كيف دخلك؟ يعني احنا يعني بعد ما استقر حبينا نستقر في مصر وش يعني أنت أول ما جيتي هنا مصر ما كنتش ناوية تستقر. لي. أبداً، مم. صدفة كده يعني سبحان الله. غير مخطط لها. سبحان الله. فحبينا نتعاون مع بعض وسأل يعني بعد أول ما أول حاجة بدأتي، إيش معنى أولاً تسويق العقارات للنساء اللي بيتابعونا الآن؟ كيف؟ تسويق العقارات، كيف تسوقي للعقارات؟ أنا أسوقها أونلاين يعني. مم. طبعاً وعندي في المكتب بس طبعاً نوعية العقارات اللي بتسوقها. شقق، تمليك، إيجار، فلل، في العاصمة الإدارية حاليا بدأنا فيها وكذا رائع وإن شاء الله نفتح فرع للمكتب هناك معك مكتب خاص؟ أيوه جميل مكتب إيش؟ مكتب عقارات الأحمد في المنيل طيب صعوبات يا سلوى واجهتك في في العمل؟ شوية صعوبات تعرفي عندنا <applause> يعني بعض العائلات عندهم شغل المرأة وكذا إنه ما تشتغليش كونك امرأة أيوه م. شوية بس خلاص تغلبت عليها و كيف تغلبت عليها؟ كيف أقنعتي عائلتي أنه ضروري أشتغل؟ <applause> زوجي طبعاً معايا جميل تحية خاصة لكم لا ولكل زوج بيدعم زوجته أو أب يدعم بنته أو أي أخ يدعم أخته طبعاً هو معايا واقف وسندني جميل وآلية تسويق العقارات في مصر كيف كونتي علاقات؟ مش انا مش متخصصه في العلاقات صراحه كيف تتواصلي يعني مع الناس يعني كيف أنه في عقاري حتى جيل التسويق انا التسويق قيل الشغل وانا اسوقه انا الان جايه لعندك على اساس انا اشتري منك شقه او ابحث عن شقه تمليك في مصر او شقه ايجار او كيف تتعاملي معايا كعميل طبعا اول حاجه اسالك انت عاوزاها فين و... طلباتك للشقة و... اه مثلا كم مطارح في أي مكان؟ أيوه كم غرفة، المنطقة امم وإذا سألتيني عن منطقة بحيث إنك أنتِ يعني مش مصرية فما تعرفي المكان اه ترشحيني أنتِ مناطق أيوه لأن في بعض أماكن ما تكونش مناسبة هل هل في مناطق هنا مخصصة تلاقي اليمنيين أو اليمنيات في مصر يلجأوا لها أكثر أو يروحوا لها أكثر؟ طبعاً فين؟ شوفي في المنيل هو في اكتوبر وعندك ما شاء الله فيصل ده فيصل الدقي <applause> كمان فيصل والدقي بس ايوه الاماكن في في مدينه نصر وكذا بس ابسط من فيصل والمنيل والهرم وكيف التعامل مع اليمنيين او اليمنيات في شراء الشقق؟ بتواجهك صعوبه معاهم ولا الامور بتتم لا ابدا ما فيش اي صعوبه طبعا عندنا إن من كل الجنسيات العربيه سودانيين عراقيين اردنيين وكل الدول لو كنت العربيه في اليمن يا سلوى كنت بتنفذي هذا المشروع او بتفكرين طبعا انا فعلي. في اليمن اصلا كنت تاجره تاجرت ايش استورد حاجات من الصين و... أه. ما شاء الله يعني كان لك خبرة عمل اخرى احكي لنا علي. طبعا كان يعني استورد حاجات من الصين وموزعها على المحلات معايا اخواني يشتغلوا كانوا كذا رائع بس ظروف الحرب اجبرتك على الخروج من اليمن انهار كل حاجه طبعا بسبب الحرب فخلاص معلش مش مشكله مش ربنا يعوض ان شاء الله الانسان ما. يقع ويقف من جديد تكون طبعا لا لا لازم ده انا عنيده في هذه النقطه رهيب. <applause> ما استسلمش برافو عليك برافو عليك أسهل يا سلوى برافو عليك الله يوفقك يا رب تتمني امنيات على انها تتحقق لك او تفكري في تطوير عملك في توسيع فروعك ان شاء الله اكيد يعني كل واحد ايش تتمنى يحلم انه شغله يتطور اكثر ويفتح في عده اماكن يصير معروف كل حاجه الله يوفقك احنا كنا سعداء فيك يا سلوى وانا سعد لتواجدك و... معنا وشرفتينا ونورتينا وفخورين فيك جدا طبعا الفضل ده كله يعني اللي هي والدتي اول واقوى من دعمني تحية لها تحية ربنا يخليك ويحفظك أنت وكل الأمهات يا رب آمين يعني يا رب وزوجي وصديقنا وصديق المكتب شريك المكتب صديقنا أحمد ربنا يحفظك حابة شيء ثاني وعندي كلمة أخيرة شكرا, شكرا. جزيلا لك يا سلوى وإن شاء الله يا رب نشوفك دائما أكبر وأفضل وعندك مكاتب وفروع كثيرة بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله بيكون عندنا فرع جديد في العاصمة الإدارية لما تفتح يا رب يعني أخذنا هناك مكتب و... يا رب ربنا يوفقك ان شاء الله والفرع الثالث فيصل ان شاء الله ان شاء الله سلوى ابو بكر كانت ضيفه فقرتنا في مشاريع النجاح في مكتب العقارات وتسويقها وجميل ان المراه اليمنية تتجه لهذا المجال وتحديدا ان لم تكن في بلدها كونها تبدا في بلد اخر كجمهورية مصر العربية ام الدنيا هذا يعني انها اكتسحت الدنيا بكل شكرا لها جزيز. كل الشكر مصر بصراحة ما حسيناش فيها ابدا باي غربه يعني. يعني ام العالم كله مش طبعا <applause> مش اي يعني ما حسينا والله فيها اي غربه ابدا يعني كانه بلدنا ربنا يخليك شكرا جزيلا خليكي. لك يا سلوى وخلونا نشوف مع بعض فقره الاخرى لما تكون في حاجه جميله في حياتنا معناه انه في امراه جميله لما تكون في حاجه مميزه معناه انه في امراه مميزه ولما تكون في حاجه مذهله معناه انك تقف امام امراه مذهله الجمال والتميز والذهول واشياء كثيره دائما تجمع بها المراه اليمنيه في اعمالها وفي طريقه عرضها وتسويقها واشياء كثيره اليوم احنا حبينا ان احنا نركز المجال في هذه الفقره على الازياء على التصاميم الخياطة واللي تبرع فيها المرأة اليمنية بشكل كبير جدا عشان كذا استضفنا احدى المصممات واللواتي يعملن في مجال الأزياء والخياطة الرائعات المتألقات واللي اسمها حلو جدا سالي جمال اهلا وسهلا بك يا سالي اهلا وسهلا فيك استاذة كيف حالك؟ الحمد لله شوفي انا ما اقول لك يا استاذة فلا تقولي لي, لي, تقول لي يا استاذة قولي لك يا سالي تقولي لي يا مايا يا مايا تدلعيني <applause> باي حاجة ما عندي مشكلة ما هي ما هي اسم دلع اصلا كيف حالك؟ الحمد لله ايش اخبارك في الدنيا معاك؟ الحمد لله على كل حال اول لقاء ايوه مش اخر لقاء ان شاء الله إن شاء الله عشان كذا ما نشيش توتر امام الكاميرات حبوبات اكيد <applause> ربنا يخليك سالي يا رب متى فكرت في انها تتجه الى مجال الازياء انا شايفه هنا مجموعه من الازياء او الاعمال اعتقد هي من اعمالك صح؟ ايوه متى فكرتي انك تتجه الى هذا المجال؟ والله من فتره قصيره يعني مش هي مهنه من زمان هوايه من زمان هوايه كنت أتخيط أيوة. تخيطي يعني من قبل ايوه يعني هي الخياطه عندنا احنا بالوراثه يعني من الاجداد يا عيني زي الاولى لما قالت معنا العرق دساس ايوه <applause> فجدتي كانت تخيط وعجبني الموضوع التصميم والخياط وال يعني احسيت في بوشو كنت بعمل لل... للعرايس العرايس الصغار آه. زي لهم فساتين وايوه وبدات بعدين بدأت ايوه هنا في مصر في مصر كم لك أيوة. هنا في مصر سنتين سنتين ايش أيوة. اللي خلاك تتجهي اليها كم هنا آه يعني حسيت وقت فراغ ما فيش معايا اي حاجه اعملها فحبيت انني انمي الموهبه واخرج الموهبه اللي كانت مكبوتة <applause> اه جميل وحسيتي انك تستطيعي انك تشتغلي على اشياء مميزه والحلو أيوة. ان المراه مثلا يكون في نفسك تصميم معين لنفسك قماش معين كذا تجيب الحاجه اللي بنفسك صح ولا لا ايوه يعني بدل تعب الخياطات والتعالي وخذي القياس ومش عارفه ايش افصل لحالي واصمم لحالي رأي. التصميم اللي طيب. احبه والتصميم اللي انا شايفه هنا اعطيت لها مجموعه من الدقات هنا كمان ما شاء الله في شنطه فيها مجموعه من المعروضات او الازياء اكثر الاشياء اللي بتخيطيها ومتعوده عليها الدروع دروع واحنا نبتدي على واحد واحد ده ده ايش؟ درع هذا درع يعني تجيبي الدرع من اليمن وصلة أيوة, ايوه وانت تخيطيه اخيطه هنا دروع طبعا تحتاج لها ايش؟ وقوف، ليش تحتاج لها وقوف؟ علشان انه يبرز جمالها. فين راسه؟ ده ده مش لا. مخيط لا هذا مش ده مخيط ده لسه, لسة. أيوة. ها لسه طبعا الدروع اليمنيه معروف معروف عليها باشكال معينه بس لو كنت جبتي لنا درع مخيط يا سلام <applause> كيف كيف سهوله واختيارك للاقمشه مثلا ليش تختاري القماش ده غير القماش الثاني غير في اقمشه بت يعني باللغه الدارجه بتطلع على اللي هو الوبر م. وفي اقمشه اللي هي دي اللي كاسها على السوق اه انا فكرته فكرته قماش مخيط او درع مخيط تمام بعدين حننضبوه ونعطفوه مع بعض مش كويس مش. تمام بتخيطي الدروع ايوه اول مره بداتي تخيطي درع قبل كم؟ آه من زمان قبل يعني قبل آه... عشر 10 سنين 12 سنه سنه ايوه جميل واستمريتي عليه في لا. بيع الدروع لا. ولا لا تخيطي بنفسك؟ لا ما ما كانش عندي مجال او وقت آه... انني اشتغل او انني اعمل اي حاجه مم. علشان كان معايا طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه والله يرحمه إن شاء الله يرحمه من بعد ما توفى بدات يعني انمي ارجع الماضي طيب الاشياء اللي بتشتغل عليها سلوى اذا نقول الدروع ايش في معايا هنا كمان؟ الجلابيات جلابيات ايوه جميله كيوت رائعه شوفوا طريقة هذا القماش, القماش من اليمن ايوه تجيب الاقمشة من, من اليمن. اليمن. ما تلاحظش انه في عندك صعوبة في في احضار المواد الخام من اليمن ووصولها الى مصر؟ اكيد في صعوبة بس نحاول ان احنا نتغاضي عن الصعوبات ب بقل الخسائر جميل الله يوفقك ان شاء الله طيب معانا الدروع صورنا عليها وهذه سميها هنا القلابيات، مش عارفة أيوة. بقية الفئة اليمنية إيش بيسموها، سموها أرواب أرواب، سموها... أيوة، في بعض أيوة. سموها أرواب يعني بتسميه. أكثر المناطق اليمنية بيسموها أرواب وهذا اللي هنا إيش في معانا برضو؟ هذه بياضات اللي هي المفارج أيوة المفارج الخاصة اللي تحط على الأنتريه، ال ولا الكنب، المجالس هذا بيحطوه هنا كذا؟ أيوة يعني لو حطينا إحنا كذا؟ صح؟ هو في الوسط في الوسط يعني اه في, في الوسط في الخلف أيوة. بس لما ينحط على الكرسي كويس يبين جدا. شكله يعطيك يعطيكي مظهر جميل أيوة. وده ايش تبعه؟ هو عشر قطع باقي سته من دول واثنين كنب كبار من هذول السته اللي أيوة. هو للخلف اللي هو للخلفيه للخلف. سته واثنين كراسي اللي هو تبع الكرسي بتاع في منهم قطع او نماذج هذه ايش؟ افتحي هذه كرسي سالي فين ينحط ده؟ هذا فوق الكرسي فوق الكرسي أيه. وده ينحط في الخلف هذا ينحط فوقه كذا في الخلف مم. او في الاركان يعني في ال هذا نفس هذا ايوه جميل الله يوفقك ان شاء الله فيه وفاضل برضه قطعتين اللي هم بيجوا طوال مم. علشان الكنب اللي زي... تجيبي طقم كامل يعني أيوة. تحطيه من هنا من هنا يد فيه في لمسه جماليه مم. وهذا موجود هنا في مصر او في اليمن؟ لا هذه الفكره انا اخذتها من مصر مم. واشتغلت فيها وهذه معاوز بتخيطيها ولا بتجيبيها جاهزه؟ لا بجيبها جاهزه من اليمن جاهزه من اليمن أيوه. وتبيعيها أيوه. يعني انت الان ما ما, ما بتخيطيش فقط وتبيعي انما ايضا بتعطي اشياء جاهزه من اليمن ايوه ما بجيب اشياء نقل جاهزه نقل المواد مين يسفرها لي كيف تسوي؟ آه اوقات اضطر انني استني لما احصل مسافر معروف واطلع معه مم. واوقات بعتهم بالشحن ايوه ايوه يعني بوصلهم من اليمن لمصر كيف تنصحي النساء في تنسيق مثلا الانتريهات هذه تنصحيهم انهم يستخدموها كيف تنسيق الالوان كيف اختيارها كيف طبعا لما يكون عندك مثلا طبعا اللون الابيض بيناسق مع كل الالوان جميل واللون الاسود مش محتاجة له الا لون افتح مم. يعني زي الوردي يعني زي اللي عندها انتري عند اسود تختار الوان فاتحة مثل الزهري ايوه الوردي. الزهري ال يعني الالوان الفاتحة في يعني المجالس في احيانا بتكون على الرمادي على البنك مم. على لا هذه يحتاج لالوان اغمق طيب بالنسبة لاختيار القماش في الزخرفة ف... مثلا هذا مزخرف صح ولا أيوة لا زخرفة. أيوة اذا كان نوعيه الانتر مزخرف هل نجيب مزخرف على مزخرف ولا لا في اللي هو بيجي ساده بدون زخرفه بتكون بس شكل في الوسط اللي هو مكان الجلسه بس الباقي بيكون كله لون إذن واحد اذا اذا عندك انتري حابه انك تزيني عليه بالبياض او البياضة بتحطي طبيعه القماش المتلائمه معه حسب نصائح أيوه. سالي ايوه واذا كان عندك اشياء مزخرفه تحطي العكس الساده ايوه الساده جميل طيب انا شايفه برضه مجموعه من الاكسسوارات الجميله هذه الاكسسوارات آ... ايش بتسوي هذه الاكسسوارات يا سالي هذه الفضه اليمني يعني معروفه بصنعاء ده حزام صح حاليا ايوه انا انبسط لما تكون في اشياء فضيه أيوة. هذا من التراث برضه تؤخذ تحافظ على الهويه والثقافه والحضاره اليمنيه ايوه يعني احاول قدر المستطاع انني اوصل اليمن لمصر بالمفتوح يعني اي حاجه من الزي اليمني من الزي الصنعاني التعزي يعني العدني احاول اني أوفره للمغتربين في مصر جميل جميل وانت بتطقمي لهم لما تبيعي مثلا الدرع مع هذه الاكسسوارات او هم بيطلبوا مني لا هم اللي بيطلبوا يعني انا ببعت لهم صور بعرض صور بالجروب بالفيس بال عندي الجروب معين. أيوة. ايش اسمه الفيس حقي ام عبد الله ام, أم عبد الله أيوة. انت كم عندك اولاد عندي عبد الله الله يرحمه وامي الله يرحمه وامي ربنا يخليها لك ويعوضك ان شاء الله آمين. بالخير يا رب آمين. في صعوبات واجهتيها آه، لا والله الحمد لله من اللي بيدعمك زوجي ربنا يخلي لك هو طبعا هو أنا موجود معنا والدعم الاول يعني الدعم الاول والمشجع آه طبعا بفضله يعني الماكينه والخياطه والده هو اللي فاجأني فيها رائع والله يعني ما كانش فاجئك فيها ما كنتش متوقعه آه لا ما كنتش متوقعه طبعا بتشجيع من حماتي اللي هي اخته ربنا يخليها الله يعني. يحفظها ويخليها لنا يعني هي الوحيده وهي اللي دعماني واقفه معي على الاخير جميل ربنا يسعدكم ان شاء الله آمين يا رب. احنا كنا سعداء جدا معك يا سالي يا سالي بتجيب اشياء جميله هنا سواء فضيات, فضيات سواء اطقم ده مطلي بالذهب ولا ايوه او اطقم مطليه بالذهب لانه فعلا هنا في مصر بنحتاج انه احيانا نرتدي مثل هذه الاشياء بالذات في المناسبات الخاصه المناسبات اللي بتعبر عن الهويه اليمنيه الموجوده في مصر سالي لم تقتصر على الاشياء النسائيه فقط ايضا اتجهت الى الاشياء الرجالي. الرجاليه أيوة. فموافقه سالي نصائحك لهذا اليوم كانت جميله جدا في اليه اختيار البياضه للانتري واليه ايضا تنسيق على الملابس احنا موفقين في ان احنا التقينا كان عندي كلمه اخيره حابه نقضي فيها اشكر آه طاقم كامل على شكرا الاستضافه الرائعه وشكرا لكم والله من القلب يعطيك العافية. وأشكر زوجي على الدعم والرفع المعنويات. ربنا يخليكم لبعض يا رب. وأوجه تحية للأهل في اليمن. إن شاء الله توصل كل تحية وإن شاء الله تكونوا أيضاً أنتم انبسطتم معنا في هذه الفقرة وفي بقية الفقرات الأخرى المعروضة من لكِ. نصائح الفقره اللي نتوسط فيها حلقات لك نحاول نعطي فيها مجموعه من النصائح التي تهم كل امراه كانت كبيره صغيره ام بنت اخت زوجة عامله غير عامله فبنحاول من خلالها ان احنا نستفيد منها من خلال التعرف على ابرز النقاط الموجوده فيها نصائح لحياه افضل هل انت شخصيه كسوله اليك خطوات للتخلص من الكسل عزيزتي عادة ما يخلط الناس ما بين الشخصيات الكسولة بطبيعتها وما بين الكسل والخمول الذي يصيب كل منا من حين لآخر فالنوع الثاني لا بأس به فهو عادة يكون نتيجة حالة مزاجية سيئة أو بعد فترة طويلة من الإرهاق لكن كيف يمكن التخلص من الكسل وتصبح شخصا نشيطا؟ بإمكانك التخلص من الكسل عن طريق تطبيق مجموعة من الأشياء التي نذكرها ومنها تحدثي مع نفسك بإيجابية نعلم جيدا أن أول شيء ستخبرك به نفسك بعد تحديد أهدافك السابقة هو مستحيل أن أفعل ذلك إن أخبرت نفسك بهذه الجملة فتأكدي أنه بالفعل لن تفعل شيء لذا توقفي من انتقاد ذاتك والحد من قدراتها ثانيا حددي الأهداف إن كان هناك شيء تعلمتيه في هذه الحياة فهو أن لا هناك أهداف بدون أفعال فلا يمكن أن تجلسي على الأريكة وتحلم بتحقيق انتصارات في عملك وانتظر النتيجة نحن في هذه الحياة نسعى خلف أهدافنا وأحلامنا ونمهد لها الطريق لتصبح حقيقة ملموسة ثالثا تذكري نقاط قوتك جميعنا لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف والأمهر بيننا هو من يعلمها جيداً لذلك اجلسي مع نفسك وتذكري نقاط قوتك ربما تكون لباقتك، مظهرك الحسن، عقلك المتفتح، ذاكرتك القوية وغيرها من الأشياء. رابعاً لا عيب في طلب المساعدة. قديماً كنا نعتقد أن طلبنا للمساعدة ربما يكون دليلاً على فشلنا في أمر ما، ولكن مع مرور الوقت وزيادة الخبرة تأكدنا بأن طلب المساعدة هو أمر طبيعي بين البشر. خامسا وقت لأهدافك ووقت للمرح هذه الحياة عزيزتي مزيج من كل شيء السعادة والحزن العمل والمرح ولكي تحقق بها كل حلم لابد أن تسمحي لنفسك بأن تمر بكل هذه المراحل لذا إن كنت تسعي وراء تحقيق أهدافك لا تنسي أن تعطي لنفسك وقتا للمرح فهذا هو ما سيمنحك النشاط الذي تبحثي عنه سادساً، أنجزت أمراً ما؟ كافئي نفسك. إن كنت قد حققت قدراً من الإنجازات في أسبوع من العمل، فيجب أن تكافئي نفسك بنهايته. ترغبين في النوم بالسرير يوم الإجازة بأكملها؟ إفعلي ذلك. ترغبي في البقاء على الأريكة ومشاهدة أحد أفلامك المفضلة؟ إفعلي ذلك أيضاً. فالمكافأة يجب أن تكون بالطريقة التي يحبها جسمك. سابعاً، تقبلي لحظات الكسل. من الممكن أن تمر بلحظات من الكسل أو كما نطلق عليها انتكاسة وترغبين في التوقف عن القيام بأي شيء وتنظرين لأهدافك بالسخرية هذا كله أمر طبيعي فقط لا تسمح لنفسك بالاستسلام التام وأخيرا كوني صبورة فهذه هي الخطوة الأساسية والرحلة الطويلة التي تضم تغيير النفس والفكر وطبيعة وحياة كل الأشياء التي لن يتقبلها جسمك وعقلك سريعا بل ستحتاج لفترة طويلة حتى تتحولي من شخص كسول إلى آخر نشيط الجميلة هذه حاجات تجي لنا في الاستوديو جميلة ومميزة وما فيش أحسن من إنه حاجات تتعلق بها المرأة زي البخور والعطور مع أن المخرج حقنا قبل شوية كان يقول شعوذة وما شعوذة بس ما يفهمش صح؟ صح أكيد <applause> أرحب بجميلتي المميزة جميلتي الرائعة خديجه أصلي كيف حالك يا خديجه؟ الحمد لله تمام حيا بك فرصه سعيده واحنا سعداء الله يسعدك آه ومبسوطة انك موجوده معنا اليوم مبسوطه لهذه الروائح الحلوه والله لي الشرف انني آه معاكي و... بهذا اليوم الرائع صراحة يوم مميز جدا عندي ربنا بيسجل يخديج. في التاريخ أول ظهور لك أول ظهور لك أيوة يا أول ظهور أحنا لنا الشرف أحنا لنا الشرف خديجة عندنا <applause> الله يستديك آمين يا رب خديجة الصليحي موجودة معنا اليوم في فقرة الجمال وزي ما أنتم شايفين ما يحتاج الموضوع أن إحنا معنا مجموعة من أنواع البخور والعطور والمخمريات والأشياء الأخرى فلو نخصص اليوم حديثنا يا خديجه عن صناعه البخور هنا أيوه. متى بدات هذه الفكره ولا؟ اول حاجه انا لما جيت مصر ما كنتش ببالي انني اشتغل في هذا المجال فجأة جاءت لي فكره انني لازم اشتغل في هذا المكان لانني احب هذه الشغله احب البخور كاي امراه يعني صحيح. بحب العطور والبخور ايوه جات لي فكره وبدات اشتغل ونزلت السوق على طول نزلت السوق طيب انت كنت من قبل قبل ما تنزلي السوق تقدري تسوي بخور تعرفي تسوي ايوه عندي فكره ودرست درست دراسه درستيها درستوها في اليمن وما اشتغلت عليها أه. بس ان المعلومات قدي في دماغي واشتغلت عليها لي شخصيا انا في مصر طبقتيها درست عشان لي شخصيا أنا واللهم صل على محمد دخلت واشتغلت ونزلت السوق والحمد لله نجحت من البدايه يعني ما واجهتش اي صعوبات ولا اي اعاقات ما واجهتش خالص. الحمد لله خالص غير أه غير صع... صعوبه واحده بس اللي هي؟ المواد كلها مستورده. انا كنت بسالك كيف بتجيبي المواد أيوة الخاصه بالبخور؟ انا فكرت وقلت خلاص بما انني بدخل هذا المجال آه لازم انني اجيب كميات، خلاص انا بنجح وبدخل على طول، خشيت السوق. آه نزلت لمحلات، اشتغلت عليه، جبت كميات. ورت لمحلات عجبهم شجعوني صراحةً الحمد لله <applause> أيوة ورت للسوق والحمد لله نجحت فيه وحبيته أكثر وحصل لأن... على قبول من الناس آه بالضبط حصل عليه قبول كبير مش على مستوى مصر بس على مستوى الدول الثانية يعني أشحن لأماكن ثانية تشجعت أكثر وأكثر جميل جميل الله يوفقك أيوة. فيه طيب أي واحدة تحب أنها تشتغل على صناعة البخور احنا طبعا زي ما احنا شايفين معانا نوعين تقريبا من البخور صح ايوه نوعين هنا ايش هذا انت كاتبه عليه هنا بخور عدني ايوه ذا بخور عادي بيتي عادي ده بخور المنزل ايوه البخور ف... العادي شوفوا على الكاميرا ده عباره عن بخور بخور عادي عادي لتبخير المنزل. البيت ايوه والبخور الثاني البخور هذا بخور عرائسي لو ناخذ قطعه بس ايوه ناخذ قطعه ده البخور العرائسي ما شاء الله أيوة. بخور عرائسي زي ما احنا شايفين العوده موجوده عليه او على السطح دائما بس انا شايفه فارق في الالوان في ايوه فارق في الالوان معني هنا اللون الفاتح ايوه فكيف فارق في الالوان والمواد كمان وخامه العطور في فرق يعني مش فرق كبير بس في فرق طيب أنا أشي أعرف وأسأل، ليش هذا اللون؟ لونه أبيض وذا لونه أسود، أو أقولني غامق. طيب هذا فيه عودة قوية ومركزة وحلوة. أيوه. أيوه هذا العرائسي، مم. و... وفي عطور خام، مم. خلاص أنا لما أطرح فيه عودة غالية والظفر من النوع الحلو، ما حد يحتاج ليش حاجات كثير إنني أطرح فيه، خلاص أنا أكتفي بالعود إني تكون خامة و. لأني غالية يعني هنا العودة أكثر ومركزة وأنواع الظفر المستخدم فيه والضفر طبعًا دي أيوة من المواد المصنعة في البخور أيوة والعطور رائحة جميلة والمسك جميل وال يعني واللون اللي هنا هذا فيه مواد كثيرة مم. أيوة وكمان فيه عطور وعوده وفي حاجات كثيرة بس هذا فيه أنواع أيوة. عودة حاجات كثيرة مثل أيش أنواع عودة فيها آه. خمسة أنواع عودة خمسة أنواع أيوة وفيها حاجات كثير غيرت لونه اه خليته لون بني اها ايوه طيب اي وحده حابة تشتريه من السوق كيف تعرف انه هذا بخور بيت وهذا بخور هل بتسأل على حسب طبيعة المنتج نفسه؟ شوفي البخور ما بي... ما بيبتنش انه بخور ممتاز وقلت عليه الا في التجربة التجربة خير برهان يعني لما تأخذي البخور وتبخري ويثبت في البيت في الملابس يعني احنا بنشوف اذا ثبت في الاستوديو من الاخير كذا ايوه <applause> اذا ثبت في الاستوديو معنا بخور كويس <تصفيق> ما ثبتش <applause> من الاستوديو معنا انت اكيد انا واثقه فيه <applause> ما شاء الله وريحته جميله جميله جدا <applause> طيب اشتغلتي في نفسك على البخور وشغلتي نفسك في هذا المجال والحمد أشتغل لله اشتغلت لنفسي وبالبدايه كان الداعم الكبير لي زوجي الاستاذ احمد القاضي الله هو ساردني ايوه <applause> ساندني و يعني ساعدني وشجعني وكذا انا انبسطت لما تجيلي لي هنا امراه يمنيه تقول لك زوجي وكان الداعم الاساسي والله صح. والله العظيم <applause> افرح اقول الدنيا لا لسه بخير في ازواج بيدعموا في ازواج بيوقفوا جنب زوجاتهم في ازواج لا صراحه أنه هو دعمني معنويا وماديا لاني كنت لسه دخلت مصر وجيت مصر مش عارفه اي حاجه و... الحمد لله حلو طيب آه يعني قلت اي وحده تشتري تشتري بخور ما بتقدرش تفرق ما بين البخور كذا وكذا الا وقت التجربه فقط وقت التجربه لان ما تختارش بت... بالشكل احيانا أيوة. بالشكل. ايوه بعضهم يصبوا عطر بشكل... أيوة. عطر ايوه فوق تشمي رائحته حلوه جميله بينما تقربي ما ما في ليش اي ثبات مم. اي بخور اي بخور آه مش دائما طبعا لكن بعض الاوقات بعض الناس علشان يروقوا له فبتصب العطر على سطح البخور نفسه وخلاص وانتهى الموضوع فاول ما تجي العميله او الزبونه تشتري بتشوف ما بتشوف ريحته حلوه تقول كويس في الاخير أيوة بتنخدع فيه طيب الاشياء الثانيه اللي موجوده معك هنا هذه والله هذه توابع البخور لو تعطينا بس منه ايوه هذا 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 ايش هذا لبن العصفور لبن العصفور ايوه نشوف لبن العصفور ده كيف ريحته الله ده ايش فل فل جميل عشان كده جميل الالوان حسب الماده المكونه انا شايفه عندي لا. الألوان او انت تحطيها كصبغات لي ايوه كصبغات هذه ثلاث روائح طبعا لبنا هنا بروائح ايش ايوه هذا عطر فرنسي وهذا عطر فرنسي هذا الفل معروف نشوف العطورات الفرنسيه هنا هذا لبن العصفور كيف يستخدم انا ده. طبعا عارفه بس اشتي اسمع منك ايوه انت عارفه انه للبشره طبعا هنا هنا ايوه هنا. هنا. جميل 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 جدا <applause> وريحته رهيبة رهيبة ولونه أرهب طيب وهناك ايش في معانا؟ هنا أخضرين معروف للشعر طبعا الأخضرين معروف عند المرأة اليمنية أيوة. في الشعر تحطيه في الشعر وبعد كذا على طول تبخري عشان البخور بيثبت أكثر على طول وكل ما كان الشعر مبلل خفيف نوعا ما ايوه بتحطيه بيثبت أكثر رائع رائع وهذا ايش اللي هنا؟ وهذه مخمرية مخمريه ليش للشعر للشعر طيب بيقولوا احيانا ان المخمريات بتزيد من نسبه الشيب في الشعر بالذات لما يك... ال ال العطور الوحدة ترش نعرف وحده على لا والله نحن نعشق هذا الشيء عادي شيب <applause> اه على الشيء بلا صبغه والرائحه <applause> جميل الله يوفقك طيب يا المباخر انت انا كي كاتبه على المبخر آه ام نور اه فكيف يعني تتعاملي مع مصمم معين ولا كيف؟ اه انا صممت بمعمل طبعا هي بتشتغل زي يعني بروائح عدن آه بتصمم وبتشتغل على هذا الشغل وتشتغل في البخور و... عشان كذا انا صممت باسمي و... رهيب انها بتشتغل على هذه الاشياء المعينه والمخصصه طيب آه نصائح للتبخير يا والله الفحم شكله لطفي علينا يا, أيوة. يا مشاهداتنا الكرام بس قد شفنا شوية دخان عادي مش مشكلة آه نصائح للتبخير علشان البخور يثبت سواء في البيت أو في الملابس اه هو في طرق لل للتبخير م. عندنا بيقولوا المشقب شفتي المشقب لما انت بتشتي تبخري ثياب لازم تحطي على المشقب وتبخري من تحت بس اهم حاجه المشقب باختلاف تسميته أيوة. الشبك اللي تحطي الملابس فيه من فوق وتحطي المبخره من تحت بس لازم الملابس البيضاء او اللي لونهم فاتحه ما تكونش على طول البخور بتتبخر فيها لانه بيتغير اللون صحيح آه نصيحه دائما لانه معظم البنات بيجيب لك الالوان الفاتحه الابيض البيج السكري الزهري وفوقها الالوان الغامقه وبخره أيوة على طول بيتغير اللون بيتغير لونها بتطلع بقع صفراء احيانا بالضبط فهذا ينصح انه لا الالوان الفاتحه تكون بعد ايوه تمام وكمان المعروف المخمريه والاخضرين قبل التبخير عشان بيثبت لبن العصفور للبشره و بيتبخر كله بيثبت دم البخور ممتاز وقدرته حلو بيثبت بأي مكان ناوية أنك تطوري مشروعك في مجال البخور ولا آه. تدخلي مجال ثاني آه أنا الآن الحمد لله انطلقت في مشروعي البخور ويعني أنا أعتبر نفسي أن أنا وصلت لمرحلة أنا راضية فيها بس مش معنى أن بوقف بهذه المرحلة وأفكر أنني أطور من مشروعي البخور أكثر وأكثر وكمان عندي مشروع ثاني اللي هو آه الخياطة والتصميم الموديلات. ما شاء الله يعني لي كمان في تصميمات وخياطة ايوه عشان كذا لازم تضيفك معنا في حلقة أيوة ثانية. ان شاء الله باذن الله، انا اشتغلت فيه باليمن وكنت احب هذا الشيء واحب التصميم و آه والقص على والخياطة معروف، ان شاء الله بدخل هذا المشروع. وينجح زي ما نجح البخور يا رب ونشوفك احلى واحدة من اللي صنعوا البخور ان شاء الله واسمك يا رب كذا يكون منتشر زي ما الروائح الجميله دي منتشره في الاستوديو ان شاء الله يا رب كلمه اخيره يا خديجه صراحة حابه انك تضيفيها في لقاء اليوم والله الكلام كثير بس انا بختصره اول حاجه بشكر الناس اللي دعموني سواء حتى بكلمه واحده يعني رفعوا معنوياتي وساندوني واشكر الزوجية الاستاذ احمد القاضي واشكرك كمان واشكر الزملاء خلاص <applause> <applause> شكرا لك شكرا لك ربنا يخلي لك نور اللي اسمه المبخرة على آه نور ربنا يخليها لك ويسعدك كمان وكمان امين يا رب ونتمنى ان انتم كمان يا حبيبات القلب تكونوا قد استفدتم من النصائح الموجوده اليوم في التبخير واليه انواع البخور و جملوا حياتكم مهما كانت الحياة صعبة ما تجيش تقولي ما فيش حق بخور مفيش فيش ما تصنعي بتصنعي بتنتجي بتشتري بتأخذ المواد الخام لنفسك كل حاجة ممكن ومقدور عليها أهم حاجة أنك تهتمي برائحتك الجميلة والزكية <applause> في لكي بنحاول ان احنا نركز دائما على الصحه النفسيه والجسديه للمراه علشان نعطيها مجموعه من المعلومات الطبيه المهمه اللي لازم انها تاخذ عليها فكره لازم انها تركز على اليه الفحص الدوري في مجالات مختلفه لاشياء عديده جدا فانا مش حدخل في الموضوع الا بعد التعريف بطبيبتنا الرائعه والمميزه صاحبه الملامح الجميله والقلب الطيب الدكتورة عائشة أحمد طبيبة مختصة بالأورام أهلا وسهلا فيك دكتورة عائشة أهلا وسهلا يا مايا كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين فرصة سعيدة أن نشوفك اليوم أنا الأسعد ربنا يخليك إن شاء الله الله يخليك دكتورة عائشة اليوم بنتكلم عن أبرز الأمراض اللي بتعاني منها المرأة أو بشكل عام في مجال الأورام بنتكلم أيضا على مجموعة من المحاور المختلفة عن آليات الفحص الدوري عن محاور تحدديها أنت من وجهة نظرك كطبيبة حسب الوقت اللي هو متاح لنا في الفقرة إن شاء الله وبداية كلمينا عن عالم الأورام ماذا يعني عالم الأورام بالنسبة للمرأة؟ هو عالم الأورام بالنسبة للمرأة مختلف شوية عن بقية الناس لأن المرأة لها أورام خاصة بها مهو. بس لو ابتدينا الكلام كأبرز أورام بتحصل عند المرأة فهي ممكن نقولها بالتدريج عندها أورام الثدي تقريبا 25% من نسبة الأورام اللي بتحصل عندها أورام الثدي الثدي يعني بعدها أكثر الرئة بعد الرئة القولون مه. بعد القولون عنق الرحم وبعدين المعدة هذه أكثر خمسة أورام بتصيب النساء الأخير إيش؟ آه المعدة المعدة مه. مه. آه بالنسبة للمرأة كأورام في أشياء طبعاً ما بتحصلش غير عندها بحكم أن جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل لأنه في رجال بيحصل لهم أورام في الثدي. آه فعنق الرحم المبايض بطانة الرحم عنق الرحم المهبل الفرج كل هذه أشياء ما تحصلش غير عند المرأة مه. اللي نحب نركز عليها اليوم افضل ان يكون الثدي وعنق الرحم لاني اورام ممكن نتفاداها او نكتشفها بدري كيف كيف تستطيع المراه ان تكتشف بانها مصابه بورم سرطاني معين طيب لو مثلا تكلمنا عن سرطان الثدي في شيء احنا بنسميه الكشف الدوري ممكن المراه تعمله في البيت هو مش دقيق لهذه الدرجه بس ممكن تكتشف لو في كتله في تغيير في شكل الثدي في في الثدي نفسه, نفسه. <applause> لو في اي تغييرات في شكل الثدي في حجم الثدي اماكن حلمتها العاده زي ما كانت في نفس الاستقامه ولا في تغيير الجلد هل في تقرحات هل في تغيير في, في الجلد او في سماكه كل هذه حاجات بتك يعني بنعملها كشف دوري شهري للمراه المفروض تعملها من متى تبدا من اي سن من 21 سنه يفضل من يفضل. 21 سنه واحيانا نقول لهم حتى من بعد البلوغ مع انه اورام الثدي كانت زمان ما نقولش للنساء ابدا اعملي فحص او اعملي الفحص الكشف الدوري اللي بنعملها بال... بالاشعه التلفزيونيه او بالماموجرام اللي هو الاشعه التشخيصيه للثدي كانوا بيعملوها زمان من 40 سنه <applause> الان في نساء صغار جدا يعني في بنات 18 و19 سنه 20 بيجوا عندهم سرطان في الثدي معرضات للاصابه بهذا أيوة. النوع من الانواع التاريخ. بسبب البيئه اللي احنا اصبحنا يعني موجودين فيها في عوامل خطوره كثيره بدات تنتشر يعني موجوده بشكل عام السرطانات اول عامل خطوره طبعا لها التدخين مه. والان زي ما احنا شايفين البنات بدات موضوع الشيشه وموضوع مه. التدخين يزيد عن حده عليها بشكل كبير جدا يعني 90% من السرطانات مرتبطه بالتدخين عند الرجال عند النساء 80% مه. وصعب ان انا اعالجك للسرطان وانت جالس بتدخن ان كان صحيح. رجل او مراه صحيح لانه اعتماد العلاجات في الاورام على وجود الاكسجين في الجسم فاذا انت مدخن اول اكسيد الكربون بيرتبط مع الخلايا بيرتبط مع الدم فبيكون صعوبه كبيره ان انت تستفيد من العلاج. ايضا الغذاء الصحي احنا اصبح أكلنا كله معلبات. الناس بعدت عن الاشياء الطبيعيه عن الاشياء اللي فيها الياف عن البروتين شرب الماء، الماء مهم جدا في كل مش بس في الاورام في كل حياتنا. الله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم يعني المفروض ان الواحد يحسب حسبه 35 ملي لكل كيلو في جسمي اعرف كم كميه الماء الصافي اللي احتاجها في اليوم مه. صيف وشتاء في الصيف المفروض نزوده مه. عشان نطلع السموم اللي في الجسم مه. الحاجه الثانيه الاشياء المضاده للاكسده احنا بنسميها انتي اوكسيدنت الحمضيات زي الليمون زي البرتقال الخضار بجميع انواعها بنحتاج انه غذائنا يكون متوازن فدايما النساء دايما بعد 21 سنه او بعد الزواج مش هقول قبل الزواج بالنسبه لسرطان الثدي أه الافضل ان انت كل شهر بعد انتهاء الدوره الشهريه وهي في الحمام تستحم م -م. عشان يكون الجلد رطب ما فيش اي تورم في الثدي ما فيش اي حاجه وهي بتستحم بالصابون تبدا تعمل الفحص الدوري. ممكن تدخل على الانترنت على جوجل على اي مكان بيطلع لها الطرق والستبس اللي ممكن تعمل فيها الفحص الدوري صحيح معاكي في شهريا في معاكي كلام شهريا في عندش الفحص البصري انها توقف قدام المرايه وتلاحظ شكلها عشان لو حصل تغيير تكون عارفه شكلها هل يكون في كتله معينه خارج الثدي مثلا خارج الثدي لا حابه كتله ورم بسيط ممكن يكون في تقرحات بس هذا بيكون في في مرحله متقدمه مرحله متاخره ايوه في تغيير في شكل الجلد وعلى حسب يعني ورم الثدي مش نوع واحد في اورام عديده مه. فهي لما بتفحص بتفحص الثدي ومنطقه الابط كمان ايش دخل منطقه الابط في الثدي؟ عشان الغدد الليمفاويه ما هو اي ورم هل بيكون في تورم احيانا في منطقه ممكن الأبط. ايوه ممكن مه. يبدا اصلا تكون ما فيش حاجه باينه على الثدي بس في غدد لمفاويه في غدد تحت الابط فدائما نركز عليها انه افحصي تمام من 30 سنه ابداي اعملي اشعه تلفزيون مش هقول تروح تعمل ماموجرام اللي هو الاشعه التشخيصيه لانها مؤلمه شويه وغير كده العربيات بشكل عام كتله الثدي بتكون كبيره غير الاجانب مه. الاجنبيات يعني بتجي والورم عندها واحد مللي 2 مللي صغير لانه كتله الثدي عندها شبه معدومه صحيح بس احنا العربيات ربنا مدينا انه كتله الثدي عندنا كبيره التركيب الجسماني فصعب انها يعني حتى بالفحص الدوري العادي اللي بتعمله في البيت تاكد ففي كشف لازم تروح للطبيب المختص يفحصها هو وبعد الفحص ممكن كل سنه يعني في في نساء كثيرات او حتى يعني لسه في اول مراحل البلوغ مه. نسمع يقولوا عندها تليفات في الثدي هذه لازم هذه معرضه انها يوم من الايام تحول الى سرطان طيب قلتي احيانا يكون في تقرحات في تحت الابط هذه في مرحله تقرحات انتفاخ في الغدد الليمفاوية ايوه انتفاخ الغدد الليمفاوية هل يعني انه تكون في كتلة منتفخة تحت الإبط مثلا؟ لا بالإحساس أصلا لما بتبدأ تحس أولا احنا ما بنجس بأطراف الأصابع مم. الجس يكون بالمكان النازل من الإصبع نفسها بهذه الطريقة مم. وبنلف على الثدي كامل وبعدين بنطلع ناحية الإبط ونفحص إذا حسيت بألم في حال, وجود. في حال وجود غدة تحت الإبط ممكن هل تكون من مراحل متأخرة أو لسه في بداية لا, في لا ما لهاش ممكن يكون التهاب ممكن يعني المزيلات العرق احيانا تعمل قله النظافه تعمل فاول ما تحسي بشيء متغير توجهي للطبيب المختص رجاء بلاش الخلطات أيوة. بلاش مش عارف ايش اعمل واسوي والاشياء هذه حالات قابلتها او بعض النساء قابلتهم في عندهم فعلا غدد في في تحت الابط مم. يعني فبتاخذ الموضوع بسهوله وبسلاسه بتقول لك لا اللي بيقول لا هذه غدد هنا اللي بيقول لها دائما انها ما بتالمكش خلاص سيبي الغدد بشكل عام صعب ان انت تجسيها مم. الا اذا كانت وارمه الورم هذا ابسط شيء عندها التهاب يعني اخلي التهاب الجسم جسم موجود داخل جسمي ما هي كثره الالتهابات برضه ممكن اليوم من الايام تحول النسيج لشيء اخر واحنا ما نشيش هذا الشيء فعلا فبالنسبه كنتش لما احنا دحين نتكلم عن سرطان الثدي هنبدا انه المراه من الفحص الذاتي تبدا تعمله من بعد البلوغ شهريا اي اختلاف في شكل الجلد في احساس ان في كتله احساس ان في غدد الليمفاوية اي شيء شاكه فيه مم. اذهبي للطبيب المختص مم. من سن 30 سنة لازم سنويا نروح نفحص. النساء اللي عندهم تليفات أو غدد متليفة أو أي أورام متليفة في الثدي لازم تفحص، أول سنة بنفحص كل ثلاث أشهر، بعدين كل ستة أشهر، وبعدين كل سنة. بنفحص عشان ما يحصلش تغيير لنوع الكتلة الموجودة داخل الثدي. طيب قبل ما ننطلق إلى سرطان عنق الرحم، نركز شوية على سرطان الغدد الليمفاوية. كيف تعرف المراه انها مصابه بهذا النوع من السرطان؟ هو سرطان الغدد الليمفاوية بيحصل على حسب فين المكان بالضبط اللي هو موجود فيه الحاجة الثانية الأفضل أنه أول ما تحسي بتورم أو بحمى أو نقص في الوزن حمى دائمة حمى دائمة أو نقص في الوزن م. لازم نتوجه للطبيب لان هذه الاشياء الثلاثه من اعراض الليمفوما او سرطان الغدد الليمفاويه فدائما لما نلاقي الاشياء هذه اذهب الى الطبيب انتفاخات خلف الاذن احيانا بعضهم بتحصل ما هو الرقبه كلها من وراء الى هنا كل هذه المنطقه عباره عن غدد ف... فبتكون اكثر بروزا واتضاحا في ذلك المكان بالضبط جميل نكمل انه بس من 30 سنه بتبدا تعمل السونار سنوياً, سنويا من 40 سنه نبدا نعمل حاجه اسمها ماموجرام ماموجرام ايوه لازم على الاقل لما توصل 65 او اكبر من هكذا هذا بالنسبه لسرطان الثدي ودائما نركز انه ما فيش افرازات طالعه من الثدي في التهابات بتحصل في الثدي الناس بيخافوا منها ممكن ينزل دم م. ممكن يكون في لبن هذه اشياء كلها لازم نحن نعالجها مبكر طيب بعد ما ينقطع الطمث او الدوره الشهريه زي ما النساء كلها تعرفها المفروض ما نزودش العلاج الهرموني اكثر من خمس سنوات لانه ممكن يؤدي الى سرطان الثدي هذا بالنسبه لسرطان الثدي لو طيب سرطان عنق الرحم اللي قلتي الاكثر تعرضا له للمراه لا هو للمراه ما فيش عند الرجال طبعا <applause> فسرطان عنق الرحم في نساء كثيرات دائما كانت تجي بالذات احنا لسه صغار في امتياز والاشياء هذه عندها قرح فبيستسهلوا الموضوع تقول لك عندي قرحه في عنق الرحم تستسهل الموضوع وتسيبه وتاخذ الموضوع بسلاسه وبساطه وتكتشف طيب ما, ما هذه من اول البوادر الاوليه لسرطان عنق الرحم طيب هي كيف تعرف انه في عندها قرحه في الرحم؟ لازم كشف مهم. كشف دوري مراه متزوجه بعد 21 سنه لازم ان انا كل سنه اعمل مسحه عنق رحم مسحه عنق الرحم سنويا بعد 21 سنه ثلاث سنوات سنة عم من 21 سنه كل سنويا واذا تزوجت قبل 21 سنه من بعد 21 سنه من بعد 21 مسحه عنق رحم عاديه جدا كل ثلاث سنوات باستمرار الى عمر 65 سنه مه. بس من 30 سنه بنبدا نعمل مسحه عنق رحم ومسحه للفيروس اللي اسمه فيروس الاورام الحليميه البشريه اللي هو هيومن بيبيلوما فيروس الفيروس هذا هو السبب الرئيسي لاورام عنق الرحم مه. الأمراض المنتقلة جنسيا برضو ممكن تسبب فلما نعمل المسحة كل ثلاث سنوات يعني ما بتاخذش وقت وثلاث سنوات وانت بالش مرتاح طيب إنه مش هيتحول في يوم وليله اللي حتى الاستاذ المخرج سالنا عليها قبل، كيف مم. انا اعرف انه انا مصابه بسرطان سواء عنق الرحم او سرطان، سرطان الثدي تكلمنا مم. او سرطان الغدد الليمفاويه الحمى الدائمه، مم. الارهاق، التعب، الالم، ظهور الغدد، سرطان عنق الرحم اعراضه؟ الافرازات اللي بتنزل عند النساء زيادتها، الالتهابات الدائمه وزي ما قلت القرح اللي بتحصل في عنق الرحم آه فيروس آه الاورام الورم الحليمي البشري بينتقل جنسيا في لقاح متواجد حاليا حتى في اليمن يعني متواجد بس ما فيش توعيه كامله بالنسبه للقاح مشكله اللقاح انه لازم يؤخذ قبل اول عمليه جنسيه للمراه وهي لا تهتم بهذا الموضوع مش كثير بيهتم في, في الدول الاوروبيه معرفة. وفي الامريكا والاماكن هذه خلاص اصبح في اللقاح هذا زي ما دحين ماشيين بلقاح الكورونا صحيح لا ضروري ان البنت قبل ما يعني قبل مرحله البلوغ او بعد مرحله البلوغ تاخذه قبل ما يحصل اول عمليه جنسيه اللي هو لقاح ايش؟ آه، اسمه هيومن بيبلوما فيروس، اللي هو الفيروس الورم الحليمي البشري. فيروس الورم الحليمي البشري، حسب نصيحة الدكتورة عائشة تأخذه المرأة آه، قبل الزواج. إذا ما كانش متوفر، مسحة عنق الرحم هي الأمن وسيلة إن احنا نكتشف الشيء من بدايته. وما أطنش لما ألقى إن في عندي قرحة وأروح أعمل كاوية وانتهى الموضوع، مم. لا، أعمل لي مسحة عنق رحم. اتأكدي إن النسيج ما فيش أي تغييرات. في بداية التغيير بناخذ أدوية قبل ما يتحول التغيير هذا إلى خلايا سرطانية، مم. فهذه حاجة مهمة جداً. طيب بالنسبة لطريقة العلاج هل مم. كل أنواع السرطانات تلزم طريقة علاج واحدة بحيث أنه تأخذ عينة أو كيف ت... كيف يعني لما يجي عندك مريضة مثلاً مصابة به كيف طريقة العلاج والتعامل معها؟ أول شيء بيكون الفحص السريري، آه في حاجة إحنا بنسميها دلالات أورام. دلالات دلالات الاورام كيف كل دلالات؟ ورم له دلالات اورام معينه مه. مش زي بعض آه المريضه اصلا دايما لما بتجي تشتكي بشكل عام اللي لاحظته كنت في اليمن او ان كان هنا آه المراه بتجي في مرحله متاخره بسبب انها بتترك نفسها مه. مش متخيله انه ممكن يكون السرطان بدايته مش مؤلمه وهذه المشكله مه. يعني ممكن تكون الكتله موجوده وداخل الجسم الالم بيجي في الالم بيجي في الاخير الالم بيجي في الاخير فهذه صحيح. هي المشكله دائما معنا فلو كل مرأة تابعت نفسها أي نقصان في الوزن غير مبرر طب أهالي هل علامة على السرطان؟, السرطان بس ما, ي... ما يأثر على وزنها غالبا لا مم. كل الحالات اللي بنشوفها بيجي أصلا يعني نقص في الوزن شديد إلا إذا اكتشف في مراحل مبكرة بمحض الصدفة طب إذا كانت بتلجأ إلى الأدوية المهدئة اللي بتسبب اضطراب الهرمونات تسبب بعد ذلك ارتفاع في الوزن بعضهم ما بيكونش عارفين مثلاً عندهم سرطان أو مشابه فبتضطر عند أي طبيب مش مختص فبيعطيها أدوية مهدئة أدوية مهدئة تضرب طبيب. الهرمونات بنروح الصيدلي صحيح الصيدلي بيفتي والوزن يستمر في وهذه مشكلة برضو الأدوية المسكنة هذه غلط كبير لما أنا أكون مثلا عندي 20 سنة 30 40 وعلى أبسط صداع أخذ يعني علاج مسكن طيب لما أكبر وأوصل بعد الشر في شيء كبير زي السرطانات في المرحلة المتأخرة إحنا بنوصل مع حالات أن المورفين والأشياء هذه ما بتنفعش معاها من كمية المسكنات اللي بياخذوها فلا تحمل الألم عشان جسمك يعرف الألم هذا إيش نوعه لازم دائما نركز على الألم اللي بيحصل في الجسم هل هو الم بيجي ويروح ولا الم بيستمر معايا م. الحمى اللي بتحصل في اجسامنا هل هي حمى فتره بسيطه بسبب زكام بسبب برد؟ ولا بتجلس فترات طويله ودائما احنا بنركز على موضوع نقصان الوزن آه التحاليل الدوريه اللي ما بتنعملش المفروض ان الواحد كل ستة اشهر يطمن على نفسه حتى لو بصوره دم كامله صحيح بيبان فيها صوره دم كامله نعملها ونوديها لاي طبيب او حتى صاحب المختبر اوريه ما بتخسريش حاجه لو سمحتي يا دكتور شو التحليل هذا كويس ولا مش كويس في حاجه تخوف ولا لا الانيميا اللي بتحصل فقر الدم لما واحد يلاقي أنه عنده فقر دم باستمرار اكيد في سبب تابع طيب على السريع كده اليه العلاج انا اعرف انه مختلف طبعا العلاج م. من امراه اخرى حتى أكيد. في نفس المرض أكيد. لكن هل الجميع او جميع المصابات بالسرطان سواء العنق عنق الرحم او الثدي او الغدد الليمفاويه او غيرها بيمر بنفس الفتره اللي هي عباره عن جرع وبعدين عمليات واشعاع كيف اول حاجه الناس فاهمه انه اي حد داخل يتعالج لاي سرطان بيعمل نفس الاشياء م. لا انا عندي حاجه اسمها جراحه اورام في حاجه اسمها باطنه اورام او كيماوي زي ما الناس تعرف عنها في العلاج الاشعاعي في عندي اللي هو العلاج النووي تمام وفي عندي طبعا اهم حاجه عياده الالم فلما نجي تفرقها لازم نمر بالمراحل ايش هذه عياده الالم عياده الالم هذه للمراحل المتاخره وللاورام اللي اصبحت مؤلمه لانه في ادويه ما ينفعش انها تصرف من الصيدليه احنا بنصرفها باوراق خاصه بالمخدرات زي المورفين صعب انك تاخذيه من الصيدليه صحيح فالمريض لما يجي اول شيء موضوع العينه في ناس بتخاف منه فعلا يقول لك ياخذ مني عينه و... الورم ما ينتشر هو ما ينتشر ما ينتشر اذا انت فلت نفسك من غير علاج بتلاقي بس كيف عالجك من غير عينه من لا كيف عالجك من غير عينه ما ينفعش انا شعرفني عرفني الورم اللي عندك ايش نوعه ما هو ورم عن ورم يختلف مم. في اورام ممكن جراحه وبعد الجراحه كيماوي بس في اورام جراحه وبعدها اشعاع في اورام بتبدا إيه بالاشعاع على حسب طبيعه تقبل الجسد كمان لا على حسب طبيعه أو الورم, أو الورم نفسه؟ وعلى حسب ايضا الحاله الصحيه للمريض صحيح يعني دائما كانت المشكله اللي بتواجهنا في سرطان عنق الرحم ايش ان المرض المريضه بتروح للدكتوره بتعملها عمليه على طول مم. والورم كبير وهذا غلط الصح ان المريضه بتبدا بالعلاج الاشعاعي اول واذا احتاجت معاه علاج كيماوي وبعدها بعد ما الورم ينزل الحجم بعدها تعمل عملية وممكن ما تحتاجش عملية اصلا. امم. فآلية العلاج يحددها الطبيب الاخصائي هو اللي يحدد. انا ما مش نفسي واروح عند اي دكتور مش اخصائي وبعدين ارجع اقول أدكتور. الدكتور عمل فيني وعمل فيني. مم. ما انت من الاول رحت مكان غلط. صحيح وهذا الح... بيأثر عليك. الحاجة الثانية انه اعرف طريقة علاجك صح. على حسب الورم نفسه بيبدأ علاجه. طيب هالي هالي دي قطعتك. قطعتك هذه في اشياء الاساس فيها العمليه لو قاطعتك هذه اللي ممكن نختم فيها الفقره بسبب الوقت انه ابرز النصائح اللي بتعطيها للسيدات المتابعات حول هذه عمليات الفحص الدوري كيف تفحص عند بنت تروح تفحص الفحص في عندنا حاجه اسمها فحص مبكر لاورام الثدي موجود في اكثر من مستشفى كل عيادات الجراحه بيكون فيها فحص مبكر لاورام الثدي. بالنسبه لعنق الرحم قلنا تروح تعمل مسحه من عمر 21 سنه بعد الزواج ما تكونش مش متزوجه لازم تكون متزوجه تمام وبعد ال 30 نعمل معها الفحص حق الفيروس ونستمر فيه الهرمونات اللي بتتاخذ عن يعني عمال على بطال نحاول نخففها خصوصا بعد انقطاع الطمث نراعي انه اي نقصان في الوزن بدون مبرر نكشف او حمى حمى مستمره من غير اي سبب لازم نكشف اعراض ظهرت على جسدك أه مختلفة اعراض جديدة لازم نكشف نعرف ايش المشكلة اللي حاصلة معاك مش انا جسمي بدأ يتغير لا روحي روحي اكشفي مش هتخسري حاجة مم. تمام اهم نصيحة دائما اقولها ابتعدوا عن التدخين مش معنى ان انا ما بدخنش ان انا يعني هكذا حميت نفسي لا في تدخين سلبي لو اللي جنبي بيدخن ما انا باخذ ضعف الضرر صحيح فالغذاء الصحي المتوازن مضادات الاكسدة شرب الماء الاشياء الطبيعيه بشكل عام كويسه جدا ودائما لما تلاقي تغيير في جسمك اذهب الى الطبيب المختص هذا اهم شيء احنا بنشكرك جدا الموضوع واسع بعرف والموضوع بحر يعني والوقت قليل محاور لازم كنا نتكلم عليه لكن للاسف الوقت محدود بس باذن الله ان شاء الله نستضيفك في حلقات اخرى ان شاء الله وربنا يحفظك احنا كنا سعداء جدا انا الاسعد بتواجدي معاكم ونتمنى انه كل النصائح اللي قالت عليها دكتورة عائشه تلتزموا فيها حفاظا على صحتكم ووقايه لكم من امراض قد تزداد سوءا مستقبلا لا قدر الله الفحص الدوري الفحص المبكر الذهاب الى الطبيب المناسب قبل كل شيء هي من ابرز النصائح اللي بنتمنى انكم تركزوا عليها اهلا بك في حيل وافكار مميزه الفقره اللي فيها مجموعه مقتطفه وسريعه من الفيديوهات المختلفه اللي بنحاول نفكر فيها بافكار بسيطه وجميله من مواد خام احنا قد نقول انها مش مفيده يعني ممكن تشوفي حاجه مش مفيده ما تستفيدي منها لكن في الاخير اذا فكرتي لها او تابعتي هذه الفقره صدقيني حتطلعي أشياء كثيره خلونا نتابع حلقه اكثر من رائعه بروعه الضيوف الموجودين فيها حاولنا نتعرف من خلالها على مجموعة من المشاريع النجاح، حاولنا نتطرق فيها لأبرز الفقرات المخصصة بالمرأة، حاولنا نستلهم من خلالها كل التحديات التي تعيشها المرأة اليمنية وتنطلق من أجلها علشان تكون امرأة ذات بصمة وواقعية في المجتمع، يبقى عليك الدور بإنك أنتِ كمان تهتمي بنفسك، بحياتك، بصحتك، بجمالك، بأسرتك، بعملك، بكل الأشياء اللي هي من حولك علشان انت مش حاجة بسيطة زمان كان يقول المرأة نصف المجتمع الآن أعتقد أنها تعدت النصف بكثير مش تحيزا للمرأة ولكن لأهميتها ودورها في هذا الكون إلى أن ألقاك بإذن الله لك أطيب الأمنيات إلى اللقاء